ونحن لن نسمح لك يا سمو الأمير، لن نسمح لك، 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 باسم الأمة وباسم الشعب أن تمارس الحكم الفردي. من هنا كانت البداية من الندوة الشهيرة التي عقدت عام 2015 في الكويت تحت عنوان كفى عبثا، والتي ألقى فيها النائب السابق في حزب الأمة الكويتي مسلم البراك كلمة نارية حفظ الكويتيون منها جملة: لن نسمح لك، وذهبت مثلا على ألسنتهم فرددوها في قصر العدل والجامعات والشوارع. لكن النتيجة كانت هذه حكم بالسجن على النائب البراك بتهمة العيب في الذات الأميرية. وقبل أن يذهب إلى السجن كانت له هذه الكلمات: قسما بالله ثم قسما بالله ثم قسما بالله لا أخلي جدران السجن تضج من مبادئكم اللي احملها في ذلك. وطال الزمن ولا قصر، طال الزمن ولا قصر، سأخرج يوما مرفوع الرأس بإذن الله، وسيسجن التاريخ سجاني. لكن قضبان السجن لم تبقى مغلقة على البراك، فخرج من بينها ظهيرة يوم الجمعة في 22 من نيسان إبريل الجاري، فوصل إلى ديوانه محمولا على الرؤوس والأكتاف، حيث كان باستقباله الآلاف.